الشعب النوم ما هو طبيعي منهم. حتى الآن يا رب وري درجة حرارة هنيات. أنا حغني كوري، راح أغني كوري نظامي. مين عم يتصل كمان؟ الله أكبر، رئيس قسم المبيعات. لك هي حبيبة قلبي، ماني فتح حالي. الأنسة سوسن بذات نفسها عم تتصل فيني. لك أنا بحلم ولا بعلم. الأنسة سوسن؟ مين هي الأنسة سوسن كمان؟ ألو الأنسة سوسن؟ شو هالمكالمة الحلم المفاجئة هاي؟ يحيى وبلوك أنا بفرجيك. شو؟ يعني اليوم رح نتقابل بالكافيتيريا؟ كافيتيريا؟ طبعا فاضي، ما عندي أي مشكلة. ولك هذا اليوم أهم يوم بحياتي، حياتي كلها رح تتغير. حياته رح تتغير؟ صدقيني لو عندي غير شي برغيك المالك. أنا كم أنسى سوسن عندي؟ لك هذا الحق رح بيع عبي ديره، بده يقابلها بالكافيتيريا. هذا بده يتجوز علي. خلص معناها على موعدنا بعد ساعتين. بعد ساعتين اوكي. باي 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 باي. انت ايش عم تعملي عندك هون؟ عبرتني في الكنباي. اي الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك الله يعافيك. شبك في شي حبيبتي؟ حبيبتك انا بفرجيك. عبقول يومي وعدت الاولاد ان نطلع مشوار السياره مشان نشم هوا. شو اليوم؟ مستحيل مستحيل اليوم، عندي مشوار مهم كثير اجلوه بكره. مستحيل مستحيل طويل. مشوار مهم مشوار مهم. بابا بابا بابا. نعم شو بك انت التانيين؟ يا عمري بابا عبقول شوب كثير، يعني في هيك ممكن، يعني اذا في مجال نشعل مكيف شوي. لا ليش؟ بسحب كهربا كتير لانه. لكن احنا ليش جايبينه المكيف اذا ما بدنا شغله؟ زينه زينه على الحيط. عجبك؟ لا ما عجبني. شو الحقيقه وعم ترفع صوتك كمان؟ والله زعلتني عليك يا ام عبيده. يعني انت متاكده؟ عبالك لك سمعته بدني، ما حدا خبرني. بده يروح يقابلها بالكافيتيريا الحقيقي. طيب ممكن تكوني مجرد مقابله يعني. انت ليش مكبرتينا الموضوع؟ الا اليوم اهم يوم بحياتي، يعني بده يتجوز الحقير، بده يتجوز علي. كيف؟ هو هيك قال؟ لحظه شوي، وليك ابن تحسين؟ اليوم انت كنت عم تحكي معه. مين؟ انا؟ يا بشو مالك يا ام عبيده؟ عم بتشكي بجارك عملك ام تحسينه؟ زعلتيني منك. بسيطه. انا بعرف شنو انكد علي لاختيار الجن. اعطونا كاسة عصير ونشف ريقنا. بلاها لكاسة العصير. بده يتجوز علي الحقيقي، بده يتجوز علي الحقيقي. طبعا انا ما عاد عجبته. والله انا ما عاد عجبته، ما عاد عجبته. انا بفرجيك يا ابو ودا، انا بفرجيك يا ابو ودا. بده يتجوز علي. شو بقدر؟ ما في شيء. مين انت؟ بخير؟ ليش اللي بشوفك بشوفه لابوك بشوفه لخير؟ الله راسي انكسر. خطط على بالي فكره. ويا عبده قوم وقف اشوف. شو السياره اللي جبتها؟ بس انا بالباكاج. ايه بتسعين كبير لانه امي. السياره فيها مفتاح احتياط؟ ايه في معي واحد تاني. ممتاز، جيب لي اياها هذا المفتاح. انا بفرجيك يا ابو زفت. يا عبادة على الشبوبية اللي عندك. خزيت العين حولك. اللهم صل على النبي. واليوم أكمل يوم في حياتي. الله واليوم أكمل يوم في حياتي. الله أكبر على الشبوبية يا عبادة. الله أكبر على الشبوبية هاي. بسيطة بسيطة. Thank you.
اوكي خرب بيتك من حالك، عجب مشي الا للساعة. اف ولك اسرع اختنقت. لحظة، في صوت الباكاج، في صوت جاي من الباكاج. شو هاد؟ اولي بدك تفتح الباكاج، اولي كشفنا. نفتنا يا ربي دخيلك. سأقطعك يا حقير، باهي يا سوسن. ما حدا سمع عليك، الله يهنيني إذا بهنيك. آه يا أبو عبادة يا حقير يا خاين. أم عبادة؟ عفوا، بس مين الآنسة؟ مين أنا؟ هلا بالك مين أنا؟ ولك شو عم تساوي بجدودة؟ بيتك بتحاول تحرقني. ولك شو عم تعملي بجدودة أنت؟ تليفون وعبرين كمان. مين عم بدو قلك مين؟ سوسن؟ مديرتك بالشركة؟ قولك يا مجنونة، هي مديرتي بالشغل، ما صدقت ترجعني حتى ما فايت. آه راسي، آه يا راسي، خرب بيتك من حالك راسي. قولي لحقلكن، قولي قولي قولي.